دنيا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. مشاهدينا ومتابعينا في سجلنا في الدكتور المباشر حصري مباشرة من مدينة العريش. لأن أصدقاء طفولة اللاعب باروكا لامين يامال صحني بطبيعة الحال بعد فوز اليورو ودخوله في تاريخ بطبيعة الحال كأصغر لاعب بطبيعة الحال أنه شرف مدينة العريش وشرف المغرب وشرف بطبيعة الحال الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شفت المقابلة ديال البارح وكامل الأجواء بطبيعة الحال في الأحياء ديال مدينة العريش. بالنسبة للمقابلة ديال البارح ما نقولكش الشوط الأول كان شوية صعيب، كانوا شوية ضغوطات، كان لامين يامال كان كيصنع شوية فرص، والحمد لله الشوط الأول كان داس مزيان وكذا ودار شوية واحد الفارق اللي واحد الأداء اللي مزيان. والشوط الثاني كنا منتظرين منه يسجل شي هدف، وطبيعة الحال هو كان حتى هو خصو يسجل شي هدف ودار كنقرب انه يسجل هدف لولا الخط. دار شي بعد محاولات، جاو واحد جوج فرص، عاوتاني التألق ديال الحارس ديال الانجليز كان مزيان حتى هو. حنايا فرحانين بلامين يامال دا اليورو، بات اصغر لاعب اللي يدي اليورو في التاريخ دابا. يعني اول واحد من مدينة العريش انه يدخل التاريخ. من غير مدينة العريش وفي العالم كامل، وزاد من لنا ومن لنا من مدينة العريش راه زاد شهرها وشهر حتى المغرب كامل، وشرفنا حنا وشرف جميع ديك اللحظة فين ضيع لامين تهزيتي في طبيعة الحال. راه بلا ما نقول لك، راه كنا كاسن وراه صحاب لي انا كنت قلت في نفسي قبل ما توصلوا الكرة، قلت يعني راه مخشية هذه مي وصلات وضربها ولقاها الحارس، شبرت في راسي قلت ما الكره ما بغاتش وصافي. دار شويه ديال المحاولات، دار بزاف ديال المحاولات وما كانش مع الحظ. فرحتوا بطبيعه الحال؟ فرحنا وضروري الفرحه هي كل شيء، مع الصديق ديالنا من الطفوله وحنا عاوتاني الطفوله راه كلشي هي اهم حاجه، وكنطلب الله يجيل العرايش وكذا ونشكر ايام الطفوله ويستمر في هادشي اللي غادي فيه ويزيد يعطيه ويزيد يصرف الامور ديالو. ودابا حيت دابا في الاول كانوا بعض الاصدقاء ما كانش كيعرفني بزاف، دابا من طبيعة الحال ما من هاد الايام هادي ولاو كي بنادم بزاف كيتلاقاني كدا كيقول لي لامين يامال مزيان كدا وصاحبك هادي، كنقول لهم وراه حنا دايما متابعين ودايما تواصل معاه مع لامين كبعض المرات ماشي بزاف، وما هو دابا كيقرا وكي كيمارس من هواية ديال الكرة. اللي كتواصل معاه مرة بعد مرات كتواصل مع الأب ديالو بطبيعة الحال. تواصلوا بعض المرات تجدو كان معنا واحد مرة في واحد كنيسة وكدا، حتى هو راه كان معنا وهضر معايا ودارت معاه شوية وكدا. تشوفوا على أنه يجي لنا العرايات. كاين حيت هو كان في واحد التصريح كان قال بأن هو متحمس يجي لمدينة العرائش، فكان مر قبل العيد، كان قال مر العيد عايجي مدينة العرائش، ولو الظروف ديال الكأس هذا كرة جا. ودابا كنطلبوا الله يجي في هذه الأيام هذه هذه الأشهر اللي ما جا. كفتخر طبيعة الحال أنك اللي يقول لك يقولوا أن مين تقاسم جاء لمدينة العرائش، ولكن أعطاك طبيعة الحال أن مين أضاع هذه النقطة. هو حيت هذيك وجهه النظر ديال البنادم كيقول بلا ان كل واحد والراي ديالو، وانا ما كيبقى الراي ديالي كنقول بلا هذيك حومه في شكل، ولكن عطات النجم اللي هو عطاش واحد النجم اللي هو اللي دابا راه حاليا نجم كبير. كان قبل ما يلعب لامين بطبيعه الحال متالق
كنت قلت بأنه عندي ولدي وغادي يولي بحال المسلم، قلت شنو هذا التيار؟ ما كان كاين بعض المرات كيقولنا بلي هذا هو اصلا ملي كنا صغيرين كذا هذه كيعيط له ميسي وكذا هذه، حنا كنا حنا بالعكس كنا كنقولوا هذا ما يديرش هذا ما كذا، وواحد الساعات ملي شفت دابا انه راه ولا نجم كبير كذا وما ما كنتش كنتيق دابا طبيعة الحال راه تيق بعينك كلشي من ميسي هو هو ماشي احسن من ميسي ولكن ماشي اقل من ميسي، يعني باقي المستقبل مستقبل باقي طويل، هذا هو باقي صغير باقي يلا 17 عام، ولكن بالنسبه لي انا كنقول بان في السن ديال ميسي ملي كان في عمره هيدا ما كانش بحالو، بان ما كانش نجم كبير بحال لامين يامال دابا. تمنى انك تلقى بيه قبل حادثه ديال الطوبيل. لا ما كرهناش، ملي كنت صغير يولي تصور بوحدي. ما كرهناش ما كرهتش يجي ونتلاقاو به ونشكر ايام الطفوله والصغر وما هادشي اللي كاين. شرط الحياه جمال يامال لاعب موهوب ولاعب ممتاز على صعيد المغرب وعلى صعيد اسبانيا، كنتمنوا له فرحتي بعد الانتصار ديالو؟ فرحنا. جمال يامال لاعب متميز ولاعب متفوق ومسيرة ديالو موفقه. تفرج مقابله مزيونه مزيان، لعب مزيان. كنت كنتظر ماركيل جوان يفرح اسبانيا ويفرح المغرب. الرساله ديالي انايا هي يجي يزور الوالديه اللي هنايا وما يبقاش غير تمايا في اسبانيا، يجي حتى بحال هكا اضافه للمدينه ويشهر العرايش. قال واحد التصريح قال بان كتعجبو العرايش بزاف، وقال راه قدر نجي في هذه الايام مش هذه وما جاش حيتاش كان كيلعب اليورو. يعني انتم كاصدقاء ديالكم ما قدرتش انه يجي؟ ما متحمسين يجي جمال يامال مدينه العرايش. واخا حتى الصديق ديال المقاولات اللي هنا في مدينه العرايش شو يوصل في اليورو؟ الرساله ديالي لامين يامال كنقول لامين يامال كنتظرك في مدينه العرائش، ما كرهناكش تجي ونتفكروا الايام ديال الطفوله والصغر وما كرهتكش تزيد لقدام والامور تيسر لك. يعني يكمل في المسيره ديالو طبيعه الحال. يكمل في المسيره ديالو طبيعه الحال. شكرا. شكرا.